السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة التركية. في درسنا اليوم راح نشوفوا بعض الأفعال كيف نصرفوها مثل العادة، ونشوفوا أمثلة عليها. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Nebdeu evvelen ma' el-fi'l kaza yapmak. Kaza yapmak yani fi'l hadis au et'arruz li hadis. Fe mesela nقول lek şu araba kaza yapacak. Şu araba kaza yapacak. Sevfe taqumu hadihi es-seyyara au tilka şu bi hadis. Hada el-fi'l iza kan fi halat el-amr يصبح kaza yap. Kaza yap. اعمل حادث. Kaza yapma لا تعمل حادث. في الحاضر تصبح kaza yapıyorum. Kaza yapıyorum. أنا أقوم بحادث. أما الماضي فتصبح kaza yaptı. Kaza yaptı. يعني عمل حادث. أو قام بحادث. طيب في المستقبل تصبح كذا يباجاك كذا يباجاك سوف يقوم بحادث مثلا لما نتكلم مع الضمير سان تصبح سان كذا يباجاكسن سان كذا يباجاكسن أنت سوف تقوم بحادث نشوف فعل آخر كاياك يابماك كاياك يابماك هو التزحلق مثلا Sabahları kayak yapmak, öğleden sonra ata binmek. Sabahları kayak yapmak, öğleden sonra ata binmek. التزلج في الصباح وركوب الخيل بعد الظهر. Kayak yapma. Kayak yapma. La tetezahlak. Kayak yap. Kayak yap. Tezahlak. هنا يعني نفس الشيء مع كذا يابماك لأنه دائما نصرفه الفعل يابماك الكلمة اللي تكون قبلها تكون يعني تبقى مثل ما هي فهنا عندي فعل مركب بيكي في الحاضر تصبح كاياك يابيوروم كاياك يابيوروم أنا أتزحلق الماضي كاياك يابتن كاياك يابتن أنت تزحلقت. المستقبل كاياك يابا جاكسون. كاياك يابا جاكسون. أنت سوف تتزحلق. عندنا الفعل هافا أتماك. هافا أتماك يعني التباهي. فمثلا أقول لك onları görmek mi istiyorsun yoksa onlara hava atmak mı? Onları görmek mi istiyorsun? Yoksa onlara hava atmak mı? هل تريد رؤيتهم أم التباهي عليهم? Onları görmek mi istiyorsun? هل تريد رؤيتهم? Yoksa أم onlara hava atmak mı? التباهي عليهم onlara hava atmak. هنا إذا لاحظتوا ما نكرروش كلمة استيوسون يعني استيوسون راهي في الجملة الأولى onları görmek mi istiyorsun yoksa onlara hava atmak mı ما نقولوش يعني onlara hava atmak mı istiyorsun يعني نكرروها مرة ثانية لا داعي هوا أتما هوا أتما لا تتباهى هوا أت هوات يعني تباهى في الحاضر تصبح هوا أتيو هوا أتيو يعني هو يتباهى أو مثلا مع الضمير سان هوا أتيوسون هوا أتيوسون أنت تتباهى في الماضي هوا أتن هوا أتن أنت تباهيت مثلا مع سيز هوا أتنز هوا أتنز أنتم تباهيتم في المستقبل تصبح هوا أتجاك
هذا أتجاك، يعني هو سوف يتباهى مثلا مع سيز تصبح هذا أتجاك سنز، سيز هذا أتجاك سنز، أنتم سوف تتباهون. نشوف فعل آخر اللي هو إزاه إتمك. إزاه إتمك يعني التوضيح. فمثلا عندي هذه الجملة التالية، نقول لك gerçekten her şeyi izah etmek zorunda mıyım? Gerçekten her şeyi izah etmek zorunda mıyım? Bimana hal haqqan yecibu alayya an uvaddiha kulla şey? Gerçekten haqqan her şeyi kulla şey izah etmek tavzih zorunda yani muhtar ev yecib ميم علي. فلما نقول إزاه إتما، إزاه إتما لا توضح، إزاهت وضح. في الحاضر تصبح إزاه ديو، إزاه ديو هو يوضح. هنا إذا لاحظتوا طبعا هنا نصرفوا الفعل إتماك، هنا أيضا راح عندي يعني اليوم شفنا كامل أفعال مركبة إزاه وإتمك. إذا نحن نصرف الفعل المساعد قلت إتمك، فمع الحاضر تتغير الت إلى د، والسبب راه واضح لأنه عندي بعد حرف ت لاحقة تبدأ بحرف صوتي. فهنا نستخدم قاعدة كاتشب اللي تغير لنا الت إلى د فتصبح إزاه ديو، أو مثلا مع الضمير سان، سان إزاه ديوسون، سان إزاه ديوسون أنت توضح. مع الماضي تصبح إزاه الت، إزاه الت هو وضح. أو مثلا نصرفوها مع الضمير أونلار، أونلار إزاه التلار، أونلار إزاه التلار يعني هم وضحوا. أما مع المستقبل فتصبح إزاه دجك، إزاه دجك. هنا أيضا الت تغيرت إلى د مثل لما يكون مع الحاضر، لأنه لاحقة المستقبل هي أجك وتبدأ بحرف صوتي. فهنا عندي جذر الفعل أت ينتهي بحرف ت واتصلت به لاحقة تبدأ بحرف صوتي، فنغير الت إلى د على حسب قاعدة كاتشاب. مثل ما قلت نفس الشيء مع الحاضر، نبقى مع المستقبل لكن نصرفه مع الضمير بيز. مثلا أقول لك بيز إزاه إدجاز، بيز إزاه إدجاز نحن سوف نوضح. إذا هذا الأربعة أفعال هي كافية اليوم. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منها، تكونوا شفتوا جمل جديدة أو أفعال جديدة بالنسبة لكم. فما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب هكذا حتى تساعدونا في الوصول إلى أكبر عدد من الناس. وشكرا مسبقا.